امبارح مشاهدينا الكرام قدمنا لكم نموذج لست ب 100 راجل، ام مريم، واللي قلنا عليها انها اجدع واقوى ام مريم لانها رفضت الاستسلام وبتحارب الدنيا عشان بناتها. بصراحه تحملت مسؤوليه للاسف في رجال بيتهربوا منها مع اقل مشكله، ودعينا لها من قلوبنا ولكل الامهات الاقوياء الصابرات في بلادنا. تعالوا نفكركم بيها في التقرير اللي جاي. حياتي كلها قبل الجواز كانت عباره عن شغل في مصانع الملابس الجاهزه. بعد الجواز ما اشتغلتش، رحت وكنت راضيه بالعيشه اللي انا عايشاها وكنت مبسوطه وحمد ربنا عليها. من بدايه حملي في بنتي الثانيه لما تعرف ان هي بنت ابتدت الحياه ما تبقاش مستقره. انت بالظبط واحده ملهاش لازمه، اللي تخلف بنات تموت احسن. بالصدفه بدور على النت على اي اعلانات او اي شغل انا اقدر اعمله، لقيت شفت منظر العجله بتاعتي دي، عجبتني جدا الفكره بتاعتها وفكرت ان انا ممكن اعمل بيها مشروع وبناتي هيكونوا موجودين معايا. في الاول الناس كانت مفكراني ان انا بفسح بناتي او دي عجله مأجراها بنتفسح بيها. جات لي فكره ان انا اعمل عليها بانر من ورا اعلان غير مباشر، وانا ماشيه في الطريق الناس هتعرف ان انا بشتري وبوصل طلبات. لما عملت الموضوع ده لقيت تفاعل رهيب معايا من الناس، يمكن اكتر كمان من السوشيال ميديا. اللي بحلم بيه ان انا اطور العجله دي لحاجه تكون اسهل من كده، تنفعني دلوقتي وتنفعني بعد كده لما السن يتقدم بيا وما اقدرش ان انا ابدل على العجله. يا ام مريم انت قدوه، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله النهارده هنسمع اخبار كويسه جدا، وان شاء الله باذن الله يا رب. انا ما اعرفش مين وما اعرفش ازاي وما اعرفش اي حاجه، بس انا بدعي زيك ان ربنا يتقبل دعواتك وانك باذن الله يا ام مريم تلاقي وسيله تريحك عن العجله. دعواتكم وصلت لام مريم وربنا بعت لها جنود بيشتغلوا في صمت بين الناس، واستجابة سريعة جدا من فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي اللي بسرعة راحوا لها اسكندرية ودرسوا حالتها. تعالوا نعرف تفاصيل أكتر من أستاذ محمد يوسف مدير فريق التدخل السريع بوزارة التضامن. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. يعني عايزين نعرف من حضرتك كده، احكي لنا إزاي فريق التدخل السريع بحث حالة أم مريم؟ هو بعد ما تم رصد اللي هو الفيديو اللي تم انتشاره على صفحات التواصل الاجتماعي، الدكتور نبيل القباش وزير الضم الاجتماعي كلفت الفريق بان هو يفحص الفيديو ده ويقدم كل اوجه الدعم لحاله السيده ام مريم. راح لها طبعا تم التواصل مع فريقنا في مديريه اسكندريه، وهم طبعا قعدنا طبعا نبحث عنها طبعا لان العنوان ما كانش موجود. الحمد لله قدرنا نوصل لها. طبعا هو لما قابلها الفريق وحاول يقدم لها مساعدات، طبعا هي كل ست مصريه اصيله عفيفه، هي كانت رافضه في الاول ان هي طبعا تتكلم عن ان هي محتاجه حاجه او اي طلبات، بس الحمد لله هم طبعا عملوا دراسه حاله ليها وشافوا الاحتياجات اللي هي ضروريه ليها، فطبعا قدموا لها بعض المساعدات العينيه ويتعمل لها بحث لمؤسسه التكافل الاجتماعي عشان يتعمل لها زي مساعده شهريه لمده عام. الله. ويتم التنسيق مع احد الجمعيات الاهليه ان هم هيتكفلوا بموضوع الايجار الشهري لفتره عام ان شاء الله. ما شاء الله. وهيتعمل لها اللي هو كشف طبي عشان يصدر لها كارنيه الخدمات المتكامل. الله الله الله، الحمد لله والشكر لله. يعني حضرتك مش متخيل انا فرحانه ازاي من كل الحاجات اللي حصلت والاجراءات والخطوات اللي اخذتوها دي في مساعده ام مريم. يعني انا اتفضل يا فندم. هو الحمد لله طبعا معالي الوزيره الدكتوره نيرين قباش دايما بتوجه بالتعامل الفوري والسريع مع مثل هذه الحالات الانسانيه اللي هي بتمس طبعا سيداتنا وامهاتنا الاصيلات العفيفات، ومصر بخير واحنا تحت امرك في اي حاجه. الله يخليك يا فندم، وبنشكر طبعا دكتوره نيفين القباش وزيره التضامن الاجتماعي، وبنشكر كل حد فيكم راح وتعب وحاول يدور على عنوانها والحمد لله وصلت لها. سؤال بقى، ايه اللي ممكن نقدمه ليها ولغيرها من الامهات يعني الصامدات الصابرات في مجتمعنا؟ يعني اللي هو التكاتف طبعا، احنا لو نقدر نساعد زي الحالات ديت، احنا طبعا احنا لينا طبعا خطوط ساخنه ممكن لو حد يبلغ عن حاجات او حالات زيها في اللي هو 16 439،
وفي 16528، وطبعا بدعم الجامعات الاهليه طبعا عشان نساعد مثل هذه الحالات. الحمد لله وشكر لله. انا بشكر حضرتك جدا استاذ محمد يوسف مدير فريق التدخل السريع، وكان فعلا سريع، بوزاره التضامن الاجتماعي. شكرا لحضرتك جدا. و